صباح الخير، هنقدم لكم النهاردة موضوع جديد، الخطوات الأكثر فعالية وإصرار لتحقيق النجاح والثراء. الموضوع ده خاص لأصحاب المشاريع الاستثمارية فقط. تحقيق الثراء أولا أم تحقيق النجاح؟ هل ترى أنه سؤال تصعب الإجابة عليه؟ بالطبع لا، لأن النجاح هو الأهم، ودعنا نتفق على أن المال ليس هو كل ما في الحياة، ولكن ليس هناك أحدا منا لا يريد أن يصبح ثريا ويمتلك سيارة فارهة وقصور فاخرة، أليس هذا صحيح؟ لكن ما هو السبيل إلى هذا؟ فلابد أن هناك طريقا يجعل تحقيق هذا الأمر سهلا، وهذا ما فعله كثير من أثرياء العالم مثل بيل جيتس. وتأكيدا على ما ذكرناه، وعندما نأتي للأثرياء الذين حققوا نجاحا وثراء، نجد أن المال بالنسبة لهم لا يأتي في المرتبة الأولى من قائمة أولوياتهم. ومؤخرا قامت دراسة بتحليل التصريحات الخاصة بأثرياء العالم، وأوضحت أن معظمهم يرفض أن يلقب بالثري ويفضل أن يلقب بالناجح، وأثبتوا أن الثراء نتيجة للنجاح وليس العكس. فما هو طريق النجاح الذي يؤدي إلى تحقيق الثراء بسهولة؟ هذا ما سوف تعرفونه في هذا الفيديو، لتقديم أضمن الطرق وأكثرها فعالية في تحقيق النجاح والثراء، فتابعوا معنا بعناية. إنما سوف نقوم بتقديمه من خطوات وإصرار لدخول عالم النجاح والثراء ليس مبنيا على رأي شخصي، وإنما تم بناء على دراسة قام بها مجموعة من العلماء المتخصصين في علم التنمية البشرية بمركز المعلومات في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قاموا بجمع أكثر من 50 حديث ل50 رجل أعمال على مستوى العالم في فترات زمنية مختلفة. وكان هدف هذه الدراسة هو وضع قواعد ثابتة لمن يريد أن يصبح فردا في قائمة أثرياء العالم. فوجدوا أن هناك خطوات مشتركة، أهمها هي أنهم جميعا لم يسلكوا طريقا لكي يصبحوا أثرياء، وإنما كان الهدف الأساسي هو تحقيقهم النجاح. لذا جاءت الدراسة بقواعد محددة، وهي كما يلي: أول قاعدة، لا تغرم بالأموال. اعتبرت الدراسة أن الهوس المالي الذي يصيب البعض من أهم عقبات تحقيق النجاح والوصول إلى الثراء، فأنت عندما تركز على أن تحصل على المال فقط بشكل به مبالغة، سوف يؤدي هذا إلى أن ينصرف انتباهك عن تحقيق هدفك، وسوف يكون تركيزك كله على أن تقوم بأشياء هدفها الأول هو جمع بعض الأموال، وسوف تقوم بذلك بالفعل، وهذه حقيقة مؤكدة، لكن لن تصبح ناجحا في مجالك، لأن بكل بساطة لن يكون لك مجال محدد، فأنت سوف تنتقل من عمل إلى آخر حتى تجمع المال فقط. إذن الخطوة الأولى هي لا تضع المال هدف، بل ضعه وسيلة حتى تحقق بها هدفك الذي سوف يجعلك من الناجحين الأثرياء. تاني خطوة، ابحث عن من تساعده دائما. أكدت الدراسة أن كل شخص ناجح في مجال ما، سواء الاقتصادي أو التجاري أو أي مجال، كان في البداية يقدم المساعدة بشكل مبالغ فيه للآخرين، وذلك لأنه يبرع في أن يفهم ما يحتاج إليه الآخرين، وعلى ذلك يقدم لهم المساعدة. من خلال هذه المساعدة تستطيع أن تتوالد لديك ملايين الأفكار لمشاريع لم تكن تأتي ببالك لولا معرفتك بما يحتاج إليه الآخرين. ثالث خطوة، قم بترتيب يومك. وجدت الدراسة أن معظم من قاموا بتحقيق النجاح لن يكن يومهم يسير بشكل عشوائي، بل كان يسير وفقا لجدول وضعوه لأنفسهم عن طريق كتابة ما يجب فعله في هذا اليوم. وضربوا لنا مثالا بأحد الكتاب المشهورين الذين استطاعوا أن يحققوا نجاحا في مجالهم، فهذا الكاتب كان يقوم بوضع عدد معين من الصفحات التي يجب أن ينتهي من كتابتها في يوم. وقال هذا الكاتب أن بعد مرور فترة من الوقت بالتزامي بهذه الخطة أصبح هذا هو روتين يومي، مما ضمن لي النجاح وتحقيق هدفي، ومن ثم خروج أعمال بشكل غزير على نفس المستوى المطلوب.
والسر هو تحويل الروتين في العمل إلى عادة. فعليك أن تراقب نفسك، هل أنت في آخر يوم تكون دائما راضيا عن ما قمت بإنجازه أم لا؟ ولا تنسى أن تضع في هذا الروتين اليومي خانة خاصة بحل أي مشاكل قد تواجهك لتحقيق هدفك. وأهم خانة هي وضع نظام لتطوير وتحسين قدراتك، وبهذه الطريقة سوف تصبح أفضل ثم أفضل ثم أنجح ثم عظيم، وبعد ذلك سوف تنتقل إلى قائمة المليونيرات، وأنت لم يكن هدفك الأساسي أن تصبح مليونير. رابع خطوة، مراقبة تقدمك وتقييم عملك. إن كنت تريد النجاح والتقدم لتحقيق الثراء، عليك أن تراقب ما تقدمه يوميا من عمل، وقم بوضع تقييم لنفسك. في البداية اجعله تقييما يوميا ثم أسبوعيا ثم شهريا. وقد لا تعرف ما هي المعايير التي يمكنك بها أن تقيم نفسك وتقيم أدائك، فالدراسة تؤكد لك أن تلك المؤشرات والمعايير القياسية سوف تقوم أنت بتحديدها بناء على طبيعة هدفك الذي تسعى للوصول إليه. فإن كنت من الذين يعملون في مجال البيع، فالمقياس هو عدد العملاء الذين اكتسبتهم في هذا اليوم أو الأسبوع أو الشهر وهكذا. المهم أن لا تنسى وضع هذا التقييم أبدا، فمن خلاله سوف تعرف كم المدة الباقية لك حتى تدخل في زمرة الناجحين الأثرياء. خامس خطوة، البحث عن الأشخاص المتفوقين في نفس مجالك. إن كنت تعمل في مجال الكتابة أو كنت موسيقيا أو مسوق إلكتروني، ابحث عن هؤلاء الأشخاص الذين حققوا نجاحا ملحوظا في مجالك، والبحث عنهم ليس بالشيء الصعب. فإن كنت كاتب، فببساطة ادخل على موقع البحث الشهير جوجل وقم بكتابة أفضل 10 مؤلفين. سوف تظهر لك ملايين النتائج التي تستطيع من خلالها أن تحدد هؤلاء العشر، وهكذا في كل المجالات. فهذا سوف يمكنك من عمل دراسة وتحليل دقيق لأسباب النجاح لديهم وكيف حققوه وما هي العوامل التي ساعدته. كل هذا سوف يقدم لك دليل قاطع على النجاح. فلا تكتفي بأن تكون معجب بهؤلاء الأشخاص فقط، بل اسعى لأن تكون واحدا منهم. الخطوة السادسة، لا تشتت انتباهك في أكثر من عمل. لا بأس من أن تعمل في أكثر من مجال من أجل أن تكسب المال، لكن عليك اختيار عمل واحد تستطيع أن تركز فيه وأن تعطي فيه وأن تتدرب بشكل ماهر وأن تتعلم كل شيء عنه ثم تتميز فيه. عليك دائما أن تحدد في نفسك مواطن النقص وأن تعمل على علاج تلك المناطق. فالشخص الناجح فعلا هو من قام بالتركيز على شيء واحد فقط هو إيجاده ومهر فيه. وقد أكدت الدراسة أن التفوق في حد ذاته مكافأة، وأن عندما يحصل الإنسان على شعوره بالتفوق في شيء ما، هذا يجعله يعتلي 10 درجات من النجاح وتحقيق الثراء. الخطوة السابعة، اكسب المال لتحقق هدفك. أثبتت الدراسة أن هناك نوعين من البشر. الأول منهم يعمل بأعمال كثيرة من أجل أن يحصل على المال، ويعتبر أنه كلما عمل أكثر في أكثر من شيء كانت الأموال التي يحصل عليها أكثر. والغريب في هذا الأمر كما أشارت الدراسة أن هذا النوع لا يعمل من أجل تحقيق النجاح والتميز، بل يعمل من أجل المال فقط، وفي نفس الوقت لا يسعى لأي تميز في أي عمل يقوم به، فهو يحقق رغبته في جني المال فقط. ولن تجد أي ثري احتل قائمة أثرياء العالم اتخذ هذا المبدأ في حياته حتى في بداية مشواره، بينما النوع الآخر الأساس لديه هو هدف لكي يصل إليه يعمل ويحصل على مال. فهذا النوع يسعى لكي يحسن من نفسه ويوسع موارده لأنه يحب الهدف الذي يسعى إليه، ويرى أن لابد من أن يفعل المستحيل لقد يصل إلى هذا الهدف. فنجده يعمل بأكثر من عمل حتى يحصل على الكثير من المال الذي يعتبر هو شعلته الذي سوف تنير له الطريق لكي يصل إلى حلم. وقد قال والت ديزني المخرج العالمي المشهور، نحن لا نصنع الأفلام لجني المال، إننا نجني المال لصنع أفلام أخرى.
لهذا حقق هذا المخرج نجاحا ليس له مثيل في مجاله. الخطوة الثامنة، اخدم 1,000,000 شخص سوف تحصل على 1,000,000 جنيه. هذه الخطوة خاصة كما أكدت الدراسة بأصحاب المشاريع التجارية، ومفادها هو أنك إن قمت بخدمة 1,000,000 عميل سوف تحصل على 1,000,000 جنيه أو 1,000,000 من عملتك الموجودة في بلدك. واستندت الدراسة على أن أسباب فشل عدد كبير من أصحاب المشاريع التجارية، فأوضحت أن عندما تكون صاحب مشروع تجاري وهدفك الوحيد هو الحصول على الأموال من عملائك، سوف تجد نفسك مندفعا خلق الناس لكي تأخذ منهم ما تستطيع. فإن كنت تملك 10 عملاء سوف تعمل المستحيل لكي تأخذ منهم أموالهم، وهذه طريقة فاشلة بكل المقاييس. أما إن كنت سوف تضع قاعدة أنك تقدم خدمة متميزة ذات جودة عالية لكل العملاء الموجودين لديك، سوف يقدم لك أرباح غزيرة لن تستطيع عدها ولا إحصائها. إذن فالقاعدة هي: قم بخدمة كل شخص يأتي إليك حتى وإن كنت لن تحقق من وراءه ربح، فسوف تجد أن العميل أصبح 2 لأنه سوف يخبر عنك غيره وغيره وسوف يخبر عنك غيره وهكذا. وهي قاعدة أثبتت نجاحها بما لا يدع مجالا للشك. الخطوة التاسعة، أهم خطوة لتحقيق النجاح والثراء، هي خطوة لم تذكرها الدراسة ولم تكتب في كتاب ولم يتم ذكرها بعد، لأنها خطوة واضحة خاصة بك أنت. سوف تخبرنا بها وتخبر من يريد أن ينجح ويصبح ثريا مثلك. فكل واحد منا لديه هذه الخطوة في داخله، فقم بالبحث عنها داخلك وأخبرنا بها لعلها تكون هي الخطوة التي يحتاج إليها الكثير غيرك، ونحن ننتظر هذه الخطوة في تعليقاتك. هكذا نكون قد قدمنا لك أضمن الطرق وأفضلها في تحقيق النجاح والثراء، والتي كانت مستندة على دراسة عالمية لأكثر من 50 شخصية ناجحة حققت ثروة على مستوى العالم، وهي طرق ليست بالصعبة لكي تقوم بها عزيزي المشاهد. فمن حقق الثراء أنت لست أقل منه، بل تستطيع أن تفعل أكثر مما فعله فقط إن أردت ذلك. أتمنى أن تقوم بنشر هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حتى يتمكن غيرك من معرفة هذه الطرق الأكيدة ويستطيعوا أن يحققوا نجاحهم. ونتمنى، وإذا أعجبك الفيديو اضغط اشتراك ليصلك منا كل جديد، وشكرا.